هاي. تزلج هو من أشهر الرياضات الشتوية بالعالم. كان التزلج يعتبر من وسائل النقل قبل ما يتحول لرياضة. سنة 1721 جيش النرويجي كان أول جيش بالعالم بيضم وحدة للتزلج. كان التزلج يعتبر من الرياضات الرجالية، وكانوا السيدات يمارسوا السكيتينج أو التزحلق على الجليد. شفيع المتزلجين هو القديس برنار. هالرياضة متوفرة بحوالي 80 بلد حول العالم، منهم لبنان أكيد، وبيمارسها حوالي 400 مليون شخص سنوياً. مين قال إنه التزلج لمدة ساعة واحدة من الوقت بيخسر بين 350 و400 كالوريز؟ أنا قال بشوفكم بكرة.